أهلا بكم. بالرغم من أن قانون الانتخابات الجديد خصص مقاعد كوتا للأقليات الدينية والقومية في العراق، لأن ثمة خشية من اندثار التمثيل السياسي والحكومي لها خلال المرحلة المقبلة. وبحسب قانون الانتخابات، من مجموع 329 مقعدا خصصت 9 فقط للمكونات كالتالي: 5 مقاعد للمسيحيين ومقعد واحد لكل من المكون الأيزيدي والشبكي والصابئي والكردي الفيلي. هذا التخصيص والتوزيع لم يقضي على القلق الذي يعتري أغلب الأقليات الدينية والقومية في العراق من مصير مجهول في ظل تصاعد الصراعات الحزبية على مناصب الدولة. ففي كل انتخابات ومع تبدل الحكومات تبقى الأقليات بلا اهتمام واقعي بوضعهم، خاصة بعدما تعرضت له من تهميش وقتل على يد تنظيم داعش الإرهابي. فالتحالفات تتشكل بعد الانتخابات من أجل ضمان مصالح أصحاب النفوذ والزعامات السياسية. وفي هذا الصدد ينبري مصدر من داخل مكتب الكاظمي ليقول لوان نيوز إنه من الضروري أن تكون هنالك مراقبة أممية جادة للانتخابات التي ستجري في 10 من تشرين الأول المقبل، لأن هنالك خوفا لدى الأقليات من ضياع أصواتهم وتزويرها، وبالتالي ضياع الأمل مجددا بأن يكون هنالك صوت حقيقي يمثلهم تحت قبة البرلمان الجديد. الأقليات الدينية والقومية في العراق تواجه خطر الاندثار، وما على الأمم المتحدة إلا أن تأخذ دورها ومراقبة السلوك الحكومي والمجتمعي تجاه ما تبقى من أقليات في الدولة العراقية، خصوصا وأنهم تعرضوا لشتى أنواع القتل والتكفير والتهجير من قبل جهات متطرفة. حتى اليوم ما زالت هذه الأقليات تبحث عمن يوصل صوتها إلى المسؤولين للنظر في مظلوميتهم التي تتوزع على جغرافيا العراق المختلفة، والتي ظلمت بسبب هيمنة الأغلبية على القرار السيادي طيلة 18 عام.